ناشد العالم على وجه السرعة بفتح ممر آمن إنساني وإدخال الوفود الطبية المتخصصة في كافة الجراحات. يعني قبل قليل يعني أتيت من الاستقبال والطوارئ، هناك طفل يحتاج إلى فتح استكشاف بطن والإيقاف النزيف قبل فوات الأوان، هناك أطفال عظامهم خرجت من أجسادهم يحتاج إلى جراحة عظام، هناك إصابات في الدماغ يحتاج إلى جراحة مخ وأعصاب. يتحدث عن إصابات حرجة متقدمة تحتاج إلى وفود طبية تناسب طبيعة الحالات أو الإصابات اللي تصل إلى مستشفى كمال العدوان. كذلك لا يوجد مركبة إسعاف واحدة في شمال قطاع غزة، وبالتالي علي يجب على العالم كله أن ينظر بعين الإنسانية ما يحدث من حرب إبادة حقيقية في مستشفى كمال العدوان وفي محيط مستشفى كمال العدوان. لا يوجد سيارة إسعاف واحدة في شمال قطاع غزة. نطالب المجتمع الدولي والإنساني والمجتمع والمؤسسات الدولية بإدخال سيارات مركبات إسعاف لمحاولة نقل المصابين الذين الآن موجودين في شوارع شمال قطاع غزة. من يستطيع أن يصل لمستشفى كمال عدوان يتلقى الإسعافات الأولية، ومن لم يستطيع يموت في الشوارع.